مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة بالطبق طبقنا. هنكون معاكم من الساعة 12 للساعة 1. طبعا مستنية تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي بتظهر قدامكم على الشاشة. كلموني طول الحلقة واسألوني على أي حاجة حابين أجاوب عليها. النهاردة المنيو حلو قوي، منيو برضو فيه شوية حاجات كده يعني مبتكرينها كده نغير بيها الغداء والسفرة بتاعتنا من وقت للتاني. وزي ما قلت لكم دايما، أنا أي حاجة بعملها في اليوم بتبقى أكتر من فكرة لأكتر يوم، من لأكتر من يوم، مش يوم واحد كل الأكل هنعمله فيه. يعني الوصفة برضو اللي احنا هنعملها دلوقتي فيها كل حاجة، فيها لحمة أو فراخ أو والخضار، وفيها كمان البطاطس، ففيها كل حاجة. فتقدروا تعملوها وجبة متكاملة لوحدها من غير أي حاجات جنبها، مع شوية مخلل، مع شوية بتنجان مخللة، شوية طماطم نخللهم، سلطة، بس مش أكتر من كده. تعالوا نشوف هنعمل إيه. هنعمل صينية بطاطس بيوريه بحشو الفراخ. عندي شوية فراخ كده، صدرين فراخ، هفرمهم في الكبة أو في المفرمة وهشتغل بيهم الحشو. هغير شوية في الوصفة دي، دايما بنعملها بلحمة مفرومة، فهنغير شوية نخليها بالفراخ. محتاجين لها كيلو بطاطس مهروسة، طبعا هنسلق البطاطس ونهرسها، عايزاها مهروسة ناعمة خالص. وعندي كمان نص كوباية من اللبن ومعلقتين من الزبدة وملح وفلفل وجوز الطيب. وللحشو محتاجين صدور فراخ مفرومة، وعندي كمان بصلاية مفرومة وخضار مشكل ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم وفلفل ألوان ونص كوباية بقسماط وبابريكا وكركم وكمون. هقول تاني المقادير: عندي كيلو بطاطس مهروسة، وعندي كمان نص كوباية من اللبن ومعلقتين زبدة وملح وفلفل وجوز الطيب. وللحشو عندي صدور فراخ مفرومة وبصلة مفرومة وخضار مشكل ومعلقة صغيرة ثوم مفروم وفلفل ألوان ونص كوباية بقسماط وبابريكا وكركم وكمون. تمام. طبعا الوصفة دي ينفع نشيل فراخ نستخدم لحمة، بس احنا في دايما يعني اللحمة المفرومة بنستخدمها في الوصفات دي. فأنا النهاردة قلت ايه، أغير شوية ونعمل كده حشو حلو جدا وطعمه مميز. تعالوا أول حاجة هنحط الحشو على النار قبل ما أعمل أي حاجة. هحط كده شوية زيت اهو، وابدا ان انا هعصج الفراخ. هعصجها بس هعملها كده بطريقه يعني ايه، هدلعها شويه، هخلي الحشو متدلع شويه وفي شويه اضافات. هحط البصلايه اللي عندي بالشكل ده كده وهشوحها اهو. انا عايزاها تدبل كده وتصفر، مش عايزاها اكتر من كده، مش بحمرها يعني. حاضر، شيل دي، حط بس شوية زيت كده عشان ايه بقية المكونات اهو، ونبدأ ان احنا نقلب البصل اللي احنا حطيناه في شوية الزيت دول. تمام اهو كده، انا عايزاه يدبل، مش عايزة، مش بحمره، مجرد بس ايه يصفر كده ويدبل، مش محتاجة منه اكتر من كده. هبدأ بقى اقرب بقية المكونات. هقرب عندي الفلفل الالوان، عندي خضار مشكل، بسلة، جزر، ذرة، فاصوليا، اي خضار مشكل انتوا حابين تحطوه تقدروا اللي انتوا تعملوه في الحشوة زي ما انتوا حابين. عندي البهارات اهي برضو هقربها، كمون والبابريكا وجوز الطيب اهو، والبقسماط ده هحطه فوق الوش بدل الجبنة. تقدروا تحطوا بقسماط، تقدروا تحطوا جبنة مبشورة، على حسب ما انتوا تحبوا. هجيب بقى الفراخ اللي انا فرماها، فرمينها كده في الكبة، في مفرمة، جايباها مفرومة، اي حاجة زي ما انتوا حابين. وهبدأ ان انا انزل بيها فوق اهو البصل اللي عندي اهو كده. هبدأ بقى ايه افكها كده بالشكل ده مع البصل اهو، اشوحهم مع بعض قبل ما احط اي حاجة، وهقلبهم كده عشان افك الفراخ من بعض اهي. بصوا انا عايزه الفراخ تفك من بعض، مش عايزه افرمها ناعم قوي، يعني هي فرمه واحده كفايه جدا، عشان مش عايزاها تبقى ناعمه زياده على اللزوم اهو. هبدا بقى ايه اسيبهم كده الفراخ تستوي، وهي بتستوي بفرطها كده بالشكل ده. تمام اهو. تعالوا بقى ايه نحط البهارات. هبهر كده،
حط البابريكا والكمون، حطوا بقى اي بهار انتوا تحبوه، يعني البهارات اللي انتوا بتحبوها في الفراخ تقدروا تحطوها، بهار فراخ، بهار مشكل، شويه كاري، شويه كركم، بصل وتوم باودر، اللي انتوا حابين تحطوه تقدروا اللي انتوا تضيفوه. اهو هسيب بقى شويه جوزة الطيب دي، هحط رشه بسيطه وهسيب شويه، هقول لكم مع البطاطس هنعمل فيهم ايه. هقلب كل البهارات دي، احط الملح كمان والفلفل، هديها بس تقليبه. بصوا والفراخ بتستوي كده، افضل اقلب فيها عشان تفرط معايا اهو. تمام، هبدا احط شويه الملح اهو، الفلفل، شويه فلفل اسود كده، واديهم برضو تقليبه بكل البهارات. شايفين الفراخ ابتدت تاخد لون حلو وابتدت هتفرط اهي معايا وتستوي، تدخل في السوا. تمام، نفس الموضوع لو انتوا حابين تعملوها باللحمه، بس جربوها بالفراخ كمان، الولاد هيحبوها جدا. تمام اهي كده، ومش هحط بقى اي خضار غير لما الاقي الفراخ دخلت شويه في السوا. تمام، تعالوا بقى في حله تانيه كده، هبدا ان انا اجهز البطاطس بتاعتي اللي انا هحطها في الصينيه. هعمل ايه؟ هجيب في حله كده الشكل ده، هجيب بس منديل، همسح بس انشف كده الشكل ده، وتعالوا على طول هحط فيها الزبده واللبن. هحط اللبن اهو، وهحط عليهم مكعبين الزبده، معلقتين الزبده بالشكل ده، وهرفعهم على النار، وهحط عليهم ملح وفلفل اسود اهو وملح، وممكن كمان تحطوا مكعب مرقه لو حابين، وهحط جوزة الطيب اهو. تمام كده، وهقلب اللبن بالزبده بالملح والفلفل وجوزة الطيب، خلاص لحد ما الزبده عندي كلها تسيح، وهبدا انزل عليهم بالبطاطس المهروسه اللي احنا سلقينها وهرسينها. اوكي، طب هدي تقليبه للفراخ. بصوا الفراخ ابتدت، شايفين تفرط ازاي اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، ابتدت اهي تدخل في السوا اهي. هبدا بقى احط عليها فلفل الوان، خضار بشكل زي ما انا عايزه، اي انواع انا بحبها او الولاد عندي بيحبوها، بسله، جزر، ذره حلوه، فاصوليا، زي ما انتم حابين اهو. واحنا بنقلب كده ناخد المميز. مميز صباح الفل، مميز صباح الفل. اسماء عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ انا بكلمك بقى من عند دراسه بنتي. الايه يا حبيبتي قولي لي؟ دراسه بنتي متجوزه. طيب بتكلميني من عند بنت، من عند بنتك المتجوزه، صح كده؟ سامعه صح؟ ايوه. انت اصلا صوتك صغير خالص يا مومي والله. انا بقول لك اهو. سلمي عليها كتير. الا صباح الفل. بتكلم على حضرتك والله، ومي بتكلم عليها. رحتي طب لقيتيها عامله اكل ايه النهارده؟ قولي لنا كده، افتني عليها. لا. الو. الشبكه وحشه جدا، معلش ممكن طب تكلمينها تاني؟ شكرا يا حبيبتي. بصوا اللبن والزبده والملح والفلفل وجوزة الطيب اللي احنا سيبناهم يغلوا غلوه، هبدا ان انا احطهم على البطاطس. ممكن احط العكس عشان اعرف اقلبهم اهو، احط البطاطس عليهم بالشكل ده كده اهو، وهبدا ان انا اقلب كل الكلام ده كده مع بعض. تمام، حاجة فاطمة صباح الفل. السلام عليكم. عندي غياب يا حاجة فاطمة، عندي غياب. ايوه عندي غياب. عندي غياب كده. يا عمرو انت لا بتطلعيش، انا بصيت عليكي كتير ما بلاقيكيش. حبيبتي معلش اهو معاكي اهو.
عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي زي الفل والله، كله جميل والله. وانتي كمان وحشاني جدا والله. الله يكرمك. الله يخليكي. عملتوا الغدا النهارده ولا لا؟ والله عملوا الجماعه من كفته برز. يا سلام، ده احنا كنا لسه هنعملها ان شاء الله مع بعض. وعليها بطاطس والبنجان مخلل الحاجات الحلوه دي. احنا عملناها ولا ما عملناش؟ عارفه. ايوه احلى كفته رز يا حاجه فاطمه. الله يكرمك حبيبتي. الله يخليكي. واقفه منوره الشاشه كلها. الله يخليكي والله. ايوه كده ما تغمش علينا كتير. اهو انا معاك اهو. ما نقدرش نستغنى. حبيبتي الله يخليكي، ولا انا والله ما استغناش عنكو حبيبتي. صباحك جميل، صباحك زي الفل. شكرا يا حبيبتي. بصوا الفراخ كده تمام جدا، شايفين؟ اهي استوت وكلها مفرطه اهي. عامله زي كانها زي اللحمه المفرومه بس احنا مبدلينها بفراخ، تمام؟ متبله وخلاص، وحطينا عليها الخضار اللي احنا عايزينه بالشكل الحلو اللي قدامكم ده، شايفين لونها حتى يفتح النفس. والبطاطس كمان جهزناها. بصوا البطاطس. حاضر، بصوا البطاطس قبل بعد ما قلبناها في اللبن والزبده، بصوا بقت ناعمه ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه. عايزه انعمها خالص بالشكل ده. شايفين؟ ممي. الو، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك انتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. إيه؟ تمام والله. بصي انا بحب حضرتك قوي، ازاي جيت عند بنتي والله، ازاي انا بقالي كتير ما جبتلهاش. الله يخليك. قلت لازم انا اكلم حضرتك والله. لازم بقى. لازم صح. بقول لك رحتي لقيتيها؟ طب ايه عامله اكل ولا مستنياكي؟ ان شاء الله كفته، ان شاء الله كفته برز بردك وكده. طيب حلو قوي. طريقه حضرتك بقى اللي انت لسه كنت عاملاها. ايوه اليوم العالمي بتاع كفته رز. لا هتطلع حلوه جدا معاها. ماشي. هنسلم على حضرتك يا شيخ اسماء، وما بتسلم على حضرتك اهي. سلمي عليها كتير. سلمي عليها كتير. عايزه اسلم على حضرتك اهي. ماشي حبيبتي هاتيها. الو ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت صوتك صغير برضو خالص زي ماما. ماما بتحبك قوي. انت عندك كام سنه؟ عندي 13 سنه. انت اللي متجوزه ولا ايه؟ ايه؟ لا مش انت اللي متجوزه صح؟ لا. ايوه انا بحسب انت اللي بنتها اللي متجوزه، اصل هي بتقولي عند بنتها. لا لا. أيوة. انا معايا انا عندي 13 سنه. حبيبتي ماشي يا جميله، اسلميلي. صباحك جميل، صباحك زي الفل. بصوا هفرد بقى البطاطس بالشكل ده كده، اعمل طبقه وتحكموا بقى عايزينها يعني سميكه ولا رفيعه زي ما انتوا حابين. اهو هعمل طبقه كده معقوله، تمام اهو. بصوا لو انا ما عملتش خطوه الزبده واللبن مش هعرف افردها بالشكل ده. انا رشيت شويه بقسماط كده تحت يعني تخليها محرمشه كده شويه، كده تحمرها لي شويه وتخليها كريسبي شويه، تمام اهو. احط كده وبفرد بمنتهى السهوله. نعمتها خالص، فمخلياني افرد من غير ما احس ان انا بفرد بالعافيه او حاجه، مش بتفرد وبتساوى وزي الفل. اهو اساوي كده الدنيا بالشكل ده، وابدا ان انا احط الطبقه بتاعه الفراخ. تمام اهو، هجيب بقى الفراخ اللي عندي. شايفين بقت زي الفل ازاي؟ متاخدش وقت كمان لان الفراخ طبعا مفرومه. هبدا ان انا اجيب كده الحشو اهو، وهبدا احشي الصينيه بتاعتي. انا عايزه اقول لكم الفراخ لما بتتفرم بترمي يعني شويه حلوين، يعني انتوا لو فارمين مثلا صدرين او وركين هترمي معاكم يعني كميه كويسه جدا، تمام؟ يعني ممكن ربع كيلو لو فرمتوها هتعمل لكم الصينيه دي، هترمي مع الخضار مع البصل مع كل الحاجات اللي احنا حاطينها دي، كل ده بيرمي معايا. اهو افرد كده الحشو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو كده اهو. برضو اتحكموا في حجم الحشو زي ما انتوا حابين، حابين رفيع حابين كتير. في ناس بتحب الحشو كتير، في ناس بتحب الحشو يا دوب يعني يبقى معقول كده ما يبقاش كتير زياده على اللزوم، زي ما انتوا حابين. اهو كده تمام قوي. هبدا احط البطاطس الطبقه الثانيه. معانا تليفون؟ معانا ام هاني.
الو صباح الفل. الو الو ازاي صباح الفل. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا شريف اسماء؟ الحمد لله حبيبتي. انا بحبك قوي 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 قوي. الله يخليكي. انا بحبكوا اكتر. انت شريف محترمه وجميله وشيك وذوق والله بجد. تسلمي يا حبيبتي. القناه المحترمه دي بحبها جدا جدا. الله يخليك. تسلمي. وعملت عايزه اقول لك عملت الكيكه بالتعليمات اللي قلتيها طلعت تحفه. عملتي كيك ايه؟ فانيليا ولا شوكولاته؟ كيك شوكولاته. حلو جدا. الف هنا. بس طلعت جميله جدا. تسلم ايديكي وربنا يحسن ما بين ايديك على حبيبتي. طول بحبك قوي 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 قوي. حبيبتي وانا كمان بحبكم جدا حبيبه قلبي. وهستنى تليفونك على طول دايما. حاضر كلموني. حبيبه قلبي. حاضر حبيبتي. مع الف صباحك سلامة. جميل. صباحك زي الفل. النهارده كمان هنعمل كيك حلو جدا. كيك الليمون. وكيك الليمون من الكيكات كمان اللي بتتباع بره في اماكن كتير قوي. فهنعملها يعني بطريقه حلوه وسهله كده. والليمون انا بحسه برضو ايه، الكيكات عموما والحاجات المخبوزات انا بحسها يعني شتوي. فخلاص كل بقى الحاجات الحلوه دي احنا داخلين اهو، الجو خلاص ابتدى يعني نبقى شتا. شتا جاي النهارده المره دي ما بيهزرش. فهبدا كده ايه اوزع البطاطس. شايفين منتهى السهوله كده. وناخد نسمه. نسمه صباح الفل. يا نسمه معانا. نسمه إيه؟ نسمه ازيك؟ انا ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. انا بحب حضرتك قوي. الله يخليكي. تسلمي لي. انا كمان بحبكم جدا والله. اتفضلي يا حبيبتي انا معاكي. ممكن بس اعرف طريقه عجينه الكريب؟ حاضر عينيا. طبعا عملناه مع بعض وعايزاكي تتفرجي كمان على الحلقه على اليوتيوب وهقول لكم. حاضر ماشي. ماشي يا حبيبتي. صباحك جميل. ممكن كمان ننزله يا ريت بعد اذنكم. بصوا اهو بنفرد البطاطس بالشكل ده اهو. بصوا طول ما هي ناعمه معايا هتفرد معايا بمنتهى السهوله اهو. تمام قوي كده. خلاص اساوي كل البطاطس اللي عندي. ممكن بقى حابين تحطوا عليها جبنه. انا النهارده يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اعملها بالحاجات اللي موجوده في البيت. فيعني مش دايما بيبقى عندنا جبنه مبشوره، مش دايما بنستخدم الجبنه في كل الوصفات. فالنهارده هحط لكم بقسماط عليها. بصوا هساوي بس الدنيا كده عشان تبقى ايه شكلها حلو لما تطلع، ما تبقاش فيها زيادات. وهبدا احط عليها فوق الوش شويه بقسماط، شويه تحت وبرده احط شويه فوق، تديني وش وتحمر لي الوش وفي نفس الوقت تديني قرمشه كده حلوه جدا. تمام. هرش بقى شويه بقسماط كده فوق الوش. بقسماط عندنا في كل بيت، شويه بقسماط كده مطحون، شويه عيش قديم هتدخلوه الفرن وتقوموا محمصينه، اي حاجه موجوده عندكم. ممكن على فكره تكسروا بيضه فوق الوش لو انتوا حابين. يعني في كذا اختيار تقدروا اللي انتوا تعملوه غير الجبنه. عشان انا عارفه بيبقى في ناس كتير بتقول لي احنا عايزين يعني بدايل حاجات، ما نقعدش نشتري كذا حاجه واحنا بنعمل وصفه، لا عايزين حاجات اللي موجوده عندنا في البيت نطلع منها وصفه. فهو انا احنا جبنا صدر فرخه او صدرين فرخه او وركين على حسب انتوا هتعملوا الحجم اللي انتوا هتعملوه قد ايه، وفرمناهم في الكبه، حطينا عليهم شويه خضار حلو كده زي اللي انتوا شفتوه وكبرنا الحجم بيهم، وبقى عندنا حشوه كميه كبيره. الباقي بحطه في الفريزر، بعمله في حشو مكرونات، بعمله في اي حشو انا عايزاه، يعني مش برميه طبعا. وبعد كده بقوم سلقه كيلو بطاطس، هو ده الاساس بتاع الصينيه بتاعي، وبحط الحشو بتاعي، وبعدين بحط شويه بقسماط اللي موجودين عندي في البيت، او هكسر بيضه، شويه جبنه لو عايزين، يعني في مليون حاجه. فاحنا عايزين دايما نتعود ان احنا نعرف نقتصد كويس ونعرف نشتغل بالحاجات اللي موجوده عندنا في البيت من غير ما نبقى مضطرين دايما اروح اشتري مكونات. لا، خلي دايما عندكم بدايل في دماغكم كده ان ممكن تحطوا بدل ده تشيلوها تحطوا حاجه تانية اوفر او موجوده في البيت. تعالوا بقى هدخل ده الفرن. كله عندي مستوي، انا مجرد بس ايه هديها وش كده مش اكتر من كده وهطلعها. البطاطس مستويه، الحشو مستوي، فمش محتاجه الموضوع السوى في الفرن، انا محتاجه بس ان هي ايه
كل المكونات كده تدخل مع بعض وتاخد الوش الحلو وخلاص على كده. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل هنعمل مع بعض فتة حلوة جدا. هنعمل فتة البتنجان. بعد الفتة دي اللي ما بياكلش بتنجان بجد هياكل، هتغيروا فكركوا عن البتنجان، اعملوها. وانا بشوف برضو فتة البتنجان ما بشوفوش طبق جانبي، انا بشوفه طبق متكامل تماما وخفيف جدا، وهقولكوا ازاي بيبقى خفيف مع الصوصات اللي احنا هنعملها فيه، وهنعملها بميكس كده حلو جدا هيعجبكم. تعالوا نشوف بعد الفاصل هنعمله ازاي، وبرضو مستنيه تليفوناتكم تكلموني وتسالوني على اي حاجه حابين اجاوب عليها. اشوفكم بعد الفاصل نكمل حلقتنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض فتة البتنجان، وهنحط فيها بطاطس، يعني هنخليها كده ايه، هنمصرها شويه. انا عارفه ان هي وصفه يعني مش مصريه قوي، فتة البتنجان اللي بالزبادي، بس النهارده هعملها لكم بطريقه همصرها شويه. هنعمل فيها شويه حاجات كده حلوه جدا، هنشتغل بالثوم والخل بتاعنا، بس هزود عليها يعني عامله ميكس كده ما بين الوصفتين. تعالوا نشوف محتاجين مقادير ايه ونشتغل فيها مع بعض. محتاجه بتنجان يكون متقطع مكعبات، وكمان بطاطس مكعبات، وعيش شامي مكعبات، وكل ده طبعا هحمره أو هشويه في الفرن، يا متحمر يا هشويه في الفرن، الثلاث حاجات دول. وعندي كمان الرمان اليومين دول طالع، فأنا بحب دايما أستخدمه في السلطات والفتة بتاعت البتنجان، بيدي طعم حلو جدا. وعندي كمان سماء والصلصة الحمراء اللي احنا نستخدمها، عندي معلقة ثوم مفروم وثلاث معالق من الخل واربع معالق من الصلصه وطماطم مبشوره ومكعب مرق. والصلصه البيضة محتاجه علبتين من الزبادي واتنين معلقه من المايونيز، ممكن تحطوا فيها طحينه لو حابين او تسيبوها كده، انا النهارده هعملها من غير طحينه. تاني هقول المقادير: بتنجان مكعبات، وبطاطس مكعبات، وعيش شامي مكعبات، كل ده متحمر. وعندي رمان وسماء وصلصه الحمراء محتاجه لها ثوم مفروم، ومحتاجه كمان ثلاث معالق من الخل واربع معالق من الصلصه وطماطم مبشوره ومكعب مرق. وعندي كمان الصلصه البيضة، علبتين زبادي ومعلقتين من المايونيز. تمام، تعالوا بقى ايه اول حاجه نعمل الصلصه الحمراء اللي احنا هنستخدمها في الفته. هاجي احط طاسه كده على النار اسخنها واحط فيها شويه من الزيت. تمام، بعد كده هقوم حاطه الثوم المفروم، وهجيب الخل على طول من ورايا كده عشان اعمل الصلصه بتاعت الثوم بالخل قبل ما احط اي صلصه. اهو كده، مش عايزه الثوم يتحمر، انا عايزاه يبقى لونه ذهبي. تمام، شايفين، هبدا احط بقى الخل اهو، حوالي 3 معالق من الخل كده، واسيب الثوم والخل يطلعوا الريحه الحلوه دي ويغلوا مع بعض. شايفين الجمال، انا الثوم بالخل ده بالنسبه لي الريحه الميكس ده حاجه رهيبه. هحط مكعب المرق هدوبه، وهقرب كده عندي الصلصه والطماطم المبشوره، هدوب كده مكعب المرق مع الخل والثوم بالشكل ده. ممكن تحطوا فلفل لو حابين، اهو انا مش هحط فلفل بصراحه، انا خلاص هستكفي بالطماطم مع الخل والثوم. هبدا بقى انزل، بصوا شايفين الثوم لونه ذهبي وحلو ازاي، هبدا انزل بالطماطم اللي انا بشراها، ممكن تبشروها او تقطعوها مكعبات زي ما انتوا حابين. وهبدا اقلب كده الثوم بالخل بالمكعب المرق بالطماطم المبشوره او المتقطعه مكعبات صغيره على حسب ما انتوا تحبوا، وعليها معلقه الصلصه، مش هزود قوي صلصه، هحط معلقه بس، انا عايزه طعم الطماطم هو اللي يبقى غالب اكتر من الصلصه. اهو هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض، وهحط عليها ملح وفلفل فقط، مش هحط اي حاجه. تمام، انا حاطه كمان مكعب مرق فمش هحط ملح، هحط شويه فلفل اسود وخلاص على كده، لان الكميه دي على مكعب مرق فهتبقى تمام، فعشان ما تبقاش مملحه معايا هحط بقى شويه فلفل كده. وناخد بدور. بدور، صباح الفل. صباح النور، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. جميله، عملتي الغدا النهارده ولا لا؟ لسه ما عملتش. هتعملي ايه؟ طب قولي لنا. هعمل لسه، انا مطلعه لحمه مفرومه، وان شاء الله هعمل كفته.
طيب حلو قوي. وممكن كمان تعملي صينيه البطاطس اللي عملناها. ممكن يعني ممكن تنوعي شويه. الله يخليك، تسلمي. كنت عايزه بس اعرف من حضرتك كيكه العسل الروسيه. حاضر، احنا هنعملها مع بعض ان شاء الله، يعني هنعملها مع بعض. لو يعني احنا كنا المفروض نعملها الاسبوع ده، بس يعني معلش احنا ما لحقناش، ما طلعناش كذا يوم، فان شاء الله هنعملها مع بعض، عشان دي محتاجه ان انا اعمل لكم الخطوات بالعجينه بتاعتها، بازاي بنشكلها، بازاي بنسويها، فان شاء الله هنعملها مع بعض الاسبوع الجاي اكيد باذن الله. تمام؟ ماشي. ماشي يا حبيبتي، لان هي تفاصيلها محتاجه تتشاف، ان انت بتعملي العجينه وبعدين بتقسميها دواير، وبعدين هقول لكم بتسوي الدواير ازاي عشان تخلوها متسويه زي بعض، وبتسووها ازاي، وبعد كده بتعملوا الحشو والطبقات، فمحتاجه تتشاف. محتاجه ان احنا نبقى عاملينها خطوات قدامكم. ماشي يا حبيبتي، صباحك زي الفل. بصوا انا الصلصه الحمراء كده تمام بالنسبه لي، شايفين انا مش هزود اي سوائل اي ميه، هو الزيت والثوم بالخل بمكعب المرق بالطماطم المبشوره بمعلقه الصلصه بشويه فلفل اسود. خلاص على كده بقت جاهزه معايا. هرفعها من على النار وهبدا اعمل الصلصه البيضاء اللي هي عباره عن ايه؟ عن الزبادي، علبتين زبادي ومعلقتين مايونيز. هجيب كده معلقه انزل بيها المايونيز. حاضر، خليها هنا. اديني شوية لوز يا اسلام، شوية صغيرين خالص. تمام، بصوا معلقتين المايونيز على الزبادي. طب ما عنديش مايونيز، شيلوا المايونيز من الوصفة وخلوها زبادي بس، مفيش مشكلة خالص. عندك معلقة طحينة زودي طحينة، زودي معلقة طحينة عليها. كل الحاجات دي بتليق على بعض. بصوا بديكوا كذا اختيار عشان اللي مش موجود عندكوا تحطوا بديله. تمام، الزبادي بقى هنا بتخليلي بتحولي الفته، بتهدملي اي حاجه متسبكه بتوم بخل بالكلام ده كله، بتحولها بتبقى حاجه خفيفه جدا. زي ما قلت لكم انتوا الثوم ممكن تعملوه، سوري، البتنجان والعيش والبطاطس ممكن تعملوهم في الفرن، لو في حد بيحب الحاجه تبقى اخف شويه وما يبقاش فيها دهون كتير تقدروا تعملوا ده او ده، زي ما انتوا حابين خالص. تعالوا بقى نبدا نركب الفته مع بعض. عملنا الصلصه الحمراء، الصلصه البيضة هحط بس عليها شويه ملح وفلفل كده، انضف بس الدنيا كده هنا. مش هحط فلفل بقى كتير، انا مش عايزه اغير اللون بتاعها. ملح وفلفل، ملح بسيط جدا لان برضو المايونيز حاطينه فمش محتاجين ملح كتير. هقلب كده. تمام جدا، يبقى انا عندي الصلصه الحمراء اهي، الصلصه البيضة، عندي شويه الرمان، عندي شويه السماق تمام بالشكل ده، وعندي البتنجان والبطاطس والعيش المتحمر. تعالوا بقى نجيب الطبق ونبدا نركب الفته مع بعض. طبعا كمان الطبق ده بصراحه انا بشوفه بيبقى حلو جدا في العزومات والحاجات دي كله، لما بيبقى موجود بيبقى من الاطباق الجانبيه المميزه جدا على السفره. تعالوا بقى ايه، نحط شويه، ممكن كمان تحطوا معاها على فكره بصل متحمر. بديكوا اختيارات وحاجات تقدروا ان انتوا تزودوها معاها، بصل متحمر كده فوق الوش ممكن لو حابين اهو. بحط شويه عيش شامي كده بالشكل ده، بعمل الارضيه بتاعت الفته اهو، وهسيب شويه كده زين دي اهو. تمام، البس كده جلافز عشان البتنجان. طبعا الحاجات اللي احنا بنقليها دي قبل البتنجان بقوم رش عليه شويه ملح قبل ما احطه كده في المصفى او في اي حاجه، اصفي اخلي الملح لما بحطه ينزل اي سوائل فيه البتنجان، وبعدين بعفره بشويه دقيق وبقليه في الزيت عادي خالص، او بحط له شويه زيت بقلبه معاه مع شويه ملح وبدخله الفرن يتشوي. ده متاح وده متاح، الاثنين تمام جدا ان انتوا تعملوه. تمام، تعالوا بقى ايه، حطينا العيش، هبدا ان انا احط اوزع كده البتنجان والبطاطس اهو بالشكل ده.
تتاكل كمان سلطه كسلطه بارده كده، مش لازم يعني هي اصلا حلاوتها ان هي بتتاكل بارده ما بتتاكلش سخنه اهي. وانا بشوف ان هي بصراحه يعني هي مش محتاجه حاجه جنبها، يعني انا ممكن اكلها بالمعلقه كده، بالنسبه لي في منتهى الجمال، من الحاجات الحلوه جدا. بس احنا طبعا عشان متعودين دايما لازم السفره تبقى مليانه كده، فبالنسبه لنا يعني لا احنا هناكل فتت بتنجان بس كده، بس بجد فعلا هي من الحاجات اللي ما بتبقاش محتاجه حاجه معاها. هوزع البطاطس كده مع البتنجان بالشكل ده اهو. طبعا الكميات اتحكموا فيها على حسب مين اللي هياكل والعدد اللي هياكل والكلام ده كله، تقدروا ان انتوا تتحكموا فيه اهو كده. نزود برضو شوية بتنجان. اعملوا الطبقات بقى بتاعتكم زي ما انتوا حابين، هسيب كده شوية زين بيهم تمام. وهبدأ ان انا اجيب الصلصة الحمراء. هاتهم لي يا اسلام كده الصلصة الحمراء، وهبدأ ان انا اهو بالشكل ده. ممكن تحطوا سماق فوق الوش، ممكن تحطوا نعناع. هبدأ اوزع الصلصة اهو بالشكل ده كده على الفتة كلها اهو. بوزع كده الصلصة الحمراء على كل الفتة خلاص. وبعد كده بقوم موزعة عليها الصلصة البيضة. الميكس ده بقى مش قادرة اقول لكم بيبقى عامل ازاي. شكرا تمام. تعالوا بقى ايه، هبدأ احط كده الصلصة البيضة. وقبل ما احط صلصه البيضه هياخد ابتسام، وهحمر شويه لوز، وده طبعا اختياري جدا يعني مش موجود عندكم وما تستخدموهاش خالص. صباح الفل. صباح الورد على عيونك يا شيخه. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ كويس. مقصره معاكي في السؤال يا شيخ. الايه يا حبيبتي؟ مقصره معاكي في السؤال، بس كان عندنا ظروف كده. انت فاكراني؟ اه سامعاكي، سامعاكي حبيبتي. فاكراني انا في السؤال اللي كنت بكلمك دايما؟ طبعا فاكراكي طبعا يا حبيبتي. فاكراني بالخير يا رب. ان شاء الله حبيبتي يبقى خير باذن الله عندكم باذن الله يا حبيبتي. بس ايه الجمال والحلاوه دي؟ لا الله يخليك، الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. تسلمي تسلمي. عايزه بقى كده بفرحي على العيد كده، عيد الكبير، عايزاكي بقى تعملي كميه حلويات عشان اروح كده ابهرهم في الجوز. ماشي ماشي، حاضر عينيا. تسلمي. اوكي، عايزه بقى من كل الجماهير كده ادعوا لي يا رب بالخير. ان شاء الله حبيبتي. اهو دعوه بقى 40 غريب مستجابه. ان شاء الله حبيبتي باذن الله، ربنا يوفقك دايما. تسلمي لي يا شيخ. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. ميرسي يا حبيبتي على تليفونك. شكرا يا حبيبتي، شكرا. ميرسي على تليفونك يا حبيبتي. وناخد ام زياد كمان واحنا بنزين كده ايه صلصه البيضه. ام زياد صباح الفل. صباح النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله زي الفل، كله جميل يا رب دايما يا رب. الله يخليك، تسلمي. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. انا بحبك قوي والله يا شيخ. تسلمي لي، تسلمي لي حبيبتي، تسلمي لي. الله يخليك يا شيخ. انا كنت عايزه اسال يا شيخ على الزيتون المخلل يا رب يخليك. حاضر حاضر عينيا، هنعمل يوم كان مخللات عينيا. حاضر ماشي يا حبيبتي، صباحك جميل. بصوا حطينا الصلصه الحمراء وحطينا كمان الصلصه البيضاء، هرش شويه رمان اهو. الرمان بقى مع الوصفه دي جربوها تدعوا لي. يومين دول طبعا الرمان متوفر وحلو جدا الموسم بتاعه، فانا من الناس اللي بحب الرمان جدا وبحب ادخلها في وصفات سلطات كتير جدا، فبستنى الموسم بتاعه تمام. ممكن بقى هحط كده شويه اللوز اللي انا حمرتهم، هحط عليهم شويه سماق اهو، واديهم تقليبه كده اهم كده تمام، عشان برضو هحطهم فوق الوش. ده اختياري تماما، يعني الموضوع ده على حسب ما انتوا تحبوا. لو حابين تعملوه تمام، مش حابين استغنوا عن اخر خطوه دي خالص. هحط كده شويه السماق بشويه اللوز اهو بالشكل ده كده، بشويه زيت الزيتون اللي احنا حمرنا فيه، وده اختياري خالص على حسب ما انتوا تحبوا اهو.
ممكن كمان نبدل السماء بشويه نعناع، بيبقى في منتهى الجمال مع الزبادي اهو، زي ما انتم بتحبوا تقدروا ان انتم تعملوا. اهو شايفين الطبق عامل ازاي، طبق في منتهى الجمال، شكله يفتح النفس وهو طعمه كمان احلى من شكله، يعني الاثنين احلى من بعض. تعالوا بقى هنفضي كده مكان ونبدا نقدمه ونطلع فاصل، عشان بعد الفاصل نعمل مع بعض احلى كيك ليمون ممكن تعملوها. والبطاطس كمان طلعت، شايفين البقسماط اتحمر ازاي اهو كده بالشكل ده، شايفين البقسماط حمر الوش عندي، بصوا خلاها كريسبي كده شويه. تمام، تعالوا بقى نطلع فاصل، في الفاصل هنضف كده الدنيا لحد ما ترجعوا لي، ونرجع نعمل مع بعض احلى كيك ليمون في الدنيا ان شاء الله تشوفوه بعد الفاصل. استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض فتت البتنجان، وعملنا كمان صينية البطاطس المهروسة بحشو الفراخ، ودلوقتي هنعمل مع بعض كيك ليمون حلو جدا وسهل وبسيط بجد، من الحاجات يعني انا بشوف الكيكات لو موجوده في البيت بتوفر علينا فطار، بتوفر علينا السناك اللي ما بين الوجبات، لو حد مثلا جعان لسه الاكل مش جاهز ممكن الولاد يتعشوا بيهم قبل ما يناموا. فموضوع ان الكيك يبقى موجود في البيت ده فعلا فعلا بيفرق جدا جدا، وبيوفر علينا وقت كبير قوي، تبقى دايما عندنا حاجه جاهزه ان ممكن نفطر او نتعشى بيها او ما بين الوجبات لو الولاد مثلا جعانه ولسه الاكل ما جهز. تعالوا نشوف مقاديرها ايه. عندي كيك الليمون محتاجاه كوبايه وربع من الدقيق، وعندي ربع كوبايه نشا. طب لو ما عنديش نشا هحط كوبايه ونص من الدقيق، يبقى انا الكوبايه ونص بتوعي اللي انا محتاجاهم من الدقيق والنشا ممكن احطهم كلهم دقيق، وممكن اشيل منهم ربع كوبايه هيبقى كوبايه وربع دقيق، واحط الربع كوبايه دي نشا. تمام، عندكم الاختيارين، اعملوا زي ما انتم حابين. كوبايه سكر، ثلاث بيضات وفانيليا وبيكنج باودر، معلقه تبقى او كيس بيكنج باودر، وعندي كمان بشر الليمون، ومهم ان انتوا تبشروا الجزء الاخضر او الاصفر بس مش الابيض عشان ما يمررش، وعندي ليمونه ونص كده هعملها عصير هعصرها، وعندي ربع كوبايه من الزبده وربع كوبايه من الزيت، واقدر استغل بنص كوبايه زبده ونص كوبايه زيت او نص كوبايه سمنه، بس انا مكست عشان يبقى طعم الزبده فيها وفي نفس الوقت الطراوه بتاعت الزيت والهشاشه بتاعت الزيت تبقى موجوده. عندي كوبايه ونص من الدقيق ونص كوبايه زبادي او لبن، استخدموا اللي انتوا حابينه، انا النهارده مستخدمه زبادي. الجليز بتاعي اللي انا هعمل بيه فوق الوش، وطبعا برضو اختياري، تقدروا ما تعملوش الخطوه دي خالص. عندي كوبايه سكر بودره وعصير ليمونه ومعلقتين لبن بالتدريج كده، وطبعا لو حابين نعمل لون فيه شويه اصفر ده حسب بقى انتوا حابين او لا، يعني مفيش مشكله خالص. هقول تاني المقادير: كوبايه وربع من الدقيق، ربع كوبايه نشا، وكوبايه سكر، وتلات بيضات، وفانيليا، وبيكنج باودر، وبشر ليمون، ومعلقه ونص او ليمونه ونص عصير، وعندي ربع كوبايه من الزبده وربع كوبايه من الزيت، وكوبايه ونص دقيق، ونص كوب زبادي او لبن، والجليس اللي احنا هنعمله فوق الوش، كوبايه سكر بودره، عصير ليمونه، معلقتين لبن. ولو حابين تعملوه لونه اصفر قوي ممكن تحطوا نقطه كده من اللون الطعام الاصفر الصحي. تمام، تعالوا يعني نفصل المكونات الجافه عن المكونات السائله. مكونات الجافه: كوبايه وربع من الدقيق، وعندي ربع كوبايه من النشا، وعندي البيكنج باودر، تمام، الفانيليا دي مع السائله، كل ده خلاص عندي سائل. السكر على فكره من المكونات السائله عشان بس تبقوا عارفين الموضوع ده، السكر يا جماعه من المكونات السائله. تمام، طب وحاجات الجليس كده هحطها على جنب، اللي هم معلقتين اللبن مع الليمونه المعصوره مع كوبايه سكر بودره مع شويه شرايح كده ليمون هزين بيهم، وعندي كمان المكونات السائله اهي. تمام، هحط ثلاث بيضات، هحط كده الثلاث بيضات بالشكل ده، هحط عليهم كوبايه من السكر اهو الشكل ده كده. تمام، هسيب شويه سكر كده هقول لكم هعمل بيهم ايه.
حطيت 3 بيضات على كوبايه من السكر، وهحط بقى ايه، هحط بشر الليمون، وزي ما قلت لكم ما توصلوش للجزء الابيض اللي في الليمون، وهحط عليهم الفانيليا، وهحط عليهم عصير الليمونه ونص، ليمونه ونص كده هعصرها، تمام؟ حوالي مثلا يعني معلقتين، تمام كده؟ يبقى انا هنا حطيت ايه؟ 3 بيضات، كوبايه سكر، احنا معانا وقت قد ايه؟ اسف. 3 بيضات، كوبايه سكر، الفانيليا، وحطيت بشر الليمون، وحطيت الليمون العصير، وهضرب كل ده مع بعض كده اخليه يختلط. اوكي. اهو بالشكل ده كده. تمام، لحد ما يبقوا فومي بالشكل ده، هضيف الدهون اللي عندي اللي هي نص كوبايه الدهون سواء زبده او زيت، هضيفهم كده بالشكل ده، هحط شويه الزبده دول بمعلقه دلوقتي حالا، اهو انا مكست النص كوبايه زيت مع زبده، هحط بس شويه الزبده اللي هنا افضيهم كويس، اخد كده سباتولا اتاكد ان هما كلهم المقدار كله راح عندي في الخليط، تمام. هبدا ان انا اخلط الزبده والزيت مع البيض والليمون والسكر ضربه كمان، واحط عليهم على طول الزبادي، واقدر احط بدل نص كوبايه الزبادي دي هحطها لبن لو انا حابه، واخلط كله مع بعضه. تمام كده كل المكونات السائله تمام جدا عندي. خلاص مكونات الجافه اللي هي عباره عن ايه، عباره عن النشا على الدقيق اهو بالشكل ده اهو، وعليهم البيكنج باودر، كل ده برضو هقلبه كده مع بعض، وهجيب بوله امكس فيها المكونات السائله على المكونات الجافه اهو. بصوا هقلب النشا على الدقيق على البيكنج باودر، هقلبه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهقوم حاطه المكونات السائله كلها اللي موجوده عندي، اتاكد اهي كلها، اخدها بالسباتولا كده عشان اتاكد ان انا اخده المقدار كله اهو، وهبدا انزل عليها بالمكونات الجافه، واقلب كده كله مع بعض لحد ما الاقيه اختلط تماما، ممكن اقلب كمان بدي اهو لحد ما المكونات عندي كلها تدخل مع بعض، الدقيق مع كل المكونات السائله. الريحه بجد فظيعه، ريحه حلوه جدا، وكيكه الليمون والبشر بتاعها هي والبرتقال بصراحه من اكتر الكيكات اللي بتقلب ريحه البيت، فبتبقى حلوه جدا، تبقى كانكم كده رشين معطر في الجو، فبجد من الحاجات الحلوه جدا اهو. هخلط كده الكيك عندي بالشكل ده، ده القوام بتاع الكيك، هبدا اجيب صينيه متبطنه، زبده ودقيق، اي شكل صينيه عندي حابينه، انجلش كيك او صينيه شبه دي كده، هحط الخليط اهو كده اوكي، حط الخليط كده فضيه كله، وادخله فرن 180 شغال طبعا تحت، بس هتاخد حوالي من 35 ل 40 دقيقه، ما افتحش عليها خالص غير لما اتاكد ان هي استوت والوش بتاعها اخد لون حلو ذهبي كده، وبعد كده بفتح عليها بعد 40 دقيقه بعمل لها اختبار بخله، وبعدين ببدا ان انا اهي اطلعها اسيبها تهدى شويه وبعدين اقدمها. الكيك عندي اهو بعد ما طلع بالشكل ده اهو بالشكل ده كده تمام، بصوا
ده كده شكل الكيك عندي، شايفين لونه حلو ازاي. هبدا بقى اعمل له الجليز اللي احنا نعمله مع بعض. هجيب كوبايه السكر البودره واحط عليها عصير ليمونه، واحط معلقتين كده لبن، وبالتدريج هفضل اقلب لحد ما السكر عندي سايل. هحط اللبن بالتدريج، مش عايزه اكب لبن مره واحده عشان ما يسيلش معايا. اهو بصوا التقليب المستمر بيخلي السكر يسيل معايا، فهحط اللبن بالتدريج. هحط اهو واقلب. انا عايزه الجليز ده ولا سايب قوي ولا مجمد جامد قوي، اهو يبقى معقول، لان السكر بصوا مع التقليب بيدوب. لو لقيته خفيف قوي زودوا له شويه سكر بودره، لو لقيته تقيل جدا زودوا له شويه لبن. هحط كده نقطتين لون اصفر، وده طبعا حسب الرغبه، انا عايزه اديله لون حلو كده، ده طبعا حسب ما انتوا حابين، يعني اختياري جدا مش اساسي خالص في الوصفه. الجليز كله اختياري، يعني لو انتوا مش حابين تحطوه كله ما تعملوهوش، استكفوا كده بطعم الليمون اللي موجود. تمام جدا، قلبته كده كله وابدا ان انا انزله على الكيك بتاعي بالشكل ده. القوام ده ممتاز، اوزعه بالشكل ده كده، بصوا بيتوزع معايا بمنتهى السهوله اهو اهو. بصوا القوام ده حلو جدا، بصوا كل مدى بيسيل كده على الكيك بتاعي في منتهى الجمال اهو، بيتساوى وحلو جدا. اخف من كده هيبقى خفيف، واتقل من كده هيبقى تقيل جدا. هنضف كده سريعا اللي وقع زياده، وممكن تعملوا شويه ليمون كده في طاسه بشويه سكر وتزينوا بيها فوق الوش لو انتوا حابين. انا هشيل بس الزيادات اللي وقعت على البورد. حاضر، انا خلصت خلاص. تمام، هبدا كده انضف البورد بس، واقطع لكم كده حته وخلاص على كده اهو. تمام قوي كده، هزين كمان بشويه ليمون، شويه ليمون كده شرايح بالشكل ده، هحطهم داير ما يدور الكيك اللي عندي اهو بالشكل ده. ممكن زي ما قلت لكم احط شويه ليمون كده ايه بسكر، هيبقوا حلوين جدا. هبدا بس اقطع، لا هقطع بالسكينه، مش سايب لي السكينه ماشي اهو اهي ماشي. يلا بينا، بصوا الكيك من جوه عامل ازاي اهو بالشكل ده كده، حلو جدا في منتهى الجمال. يلا تعالوا بقى نقدمه مع الحاجات اللي احنا عملناها. يلا بينا، عملنا النهارده ايه؟ عملنا فتت البتنجان، وعملنا كيك الليمون، وعملنا كمان صينيه بطاطس مهروسه بحشو الفراخ. اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده، وبكره يوم البلاد العربيه، ما تنسوش تتفرجوا على الحلقه وتقولوا ايه رايكم. اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده من الطبق طبق.